طيب شباب، هلا يعني في ماده الادفانس ارتفيشال انتليجنس، قبل ما نبدا في الماده ناخذ بس انتدكشن خفيف اللي هي تقريبا شابتر واحد في الكتاب. شو متوقعين الاي اي؟ يعني مثير للسؤال، شو متوقعين هي الاي اي؟ اسمع، شو يعني الذكاء الصناعي انجاز التعبير؟ مش عارف حامي. شو يعني الذكاء الصناعي؟ لما يعني نقول هذا إشي، طب الذكاء الطبيعي شو يعني؟ نقول هذا الإشي ذكي، تقولي والله الأستاذ ذكي. طب كيف يعني؟ شو بدر لك تسأل الأستاذ ذكي؟ لا، هي بتكون خصائص يعني موجودة أنت مثلا عندك، إنه بتكون مميزة عن غيرك. هاد بتحكي عن ذكاء طبيعي، هاد إشي ثاني. طبع فيزيكا الجسم أو ذكائك إشي ثاني. شو يعني؟ طب عمرك شفتي برنامج ذكي؟ مثل الروبوتات هاي أشياء غيره؟ على جهازك أنت، على لابتوبك أنت، فيش ولا إشي أو هيك شفتي برنامج ذكي؟ كبرنامج كسوفتوير؟ بالنسبة لي لا. شو ريهان؟ أنا بعرف إنه تخلي الآلة تفهم علينا. غير الروبوت. هيك السؤال، هل في على لابتوبك أي إشي عمره اللابتوب، الويندوز، البرامج اللي بتسويها هيك إشي والله ذكي؟ لا، ما شفتش إشي ذكي يفهم علي بالضبط سمعتك، يمكن هو مبرمج عادي. بيان؟ الذكاء الصناعي إنه هي طريقة تفكير. Think about how to solve problems. إنه بتفكر كيف تحل مشكلة معينة وتوصل لهدف. هيك معناها بشكل عام. بس أنت لما بتسوي برنامج على الكمبيوتر، أنت يعني بتبرمجه وبتحكي له كيف يشتغل. يعني عمرك شو في، هل في برنامج ذكي على جهاز لابتوبك؟ فيش برنامج بفكر لحاله. أنا ما كنتش أفكر لحاله. ذكي برمج. برمج من الإنسان بالنهاية، إذا بتحكي عن سوفت وير أنت. لا. ديا. يعني هو الذكاء الاصطناعي انه نفس الشيء، انه كيف الآلة تكون ذكية او كيف تتصرف مثلا في احتمالات متعددة، يعني في اكثر من احتمال كيف تتصرف. برنامج ذكي، هل في على لابتوبك برنامج ذكي؟ ما توقعش انه في برنامج ماخذ كل الاحتمالات اللي. طب ليش هو الشخص الذكي ممكن ياخذ كل الاحتمالات؟ لا انا بحكي إشي ثاني. مثلا انت بدك تحكي ذكاء اصطناعي، معناته انك مثلا الماشين اللي عندك، البروجرام اللي عندك مقياسات معينه، هو بصير مثلا في يعني طريقه كالكوليشنز في المرات القادمه انه يتعلم منه. فهم علي؟ مثلا يتبع مثلا، زي مثلا هلا الالعاب مثلا ممكن هاي تكون مثلا بيعتمدوا فيها بعرف بالالعاب انه على الاي اي او الجوريزمز معينه. يعني هل عمرك انت لعبت لعبه ذكي بتصرف فيها الجهاز بذكاء؟ بعرفش. زي مثلا هاي لعبه الطابات، الشطرنج، الاشياء مثلا، هي شد كبيره، هي فيها ذكاء، فيها ذكاء، فيها ذكاء. طب غير الالعاب، طب هاتي ناخذ برنامج، هل مايكروسوفت وورد في شيء ذكي؟ دكتور في سما الوورد في اشياء بس ما لفت انت. زي مثلا بدك هيك يعني اكثر شيء لا غير التدقيق الاملائي. تدقيق الاملائي في تدقيق املائي. تدقيق الاملائي ذكي فيه ولا لا؟ في ذكي بس ما بحس انه بهالكفاءه. اوكي بس في نسبه ذكاء بس مش كفاءه يعني. في شيء شبيه والاوتو كومبليت دكتور كمان. الاوتو كومبليت مثلا اللي عم يحكي على جوجل على جوجل كومبليت على جوجل جوجل كويب تعتبروا هذا من من برنامج جوجل؟ لا هذا ما بعتبرها لانها كويرة عادي. لا مش قصة كويرة عادي، مثلا شو انه هي هو شو بيعتمد، مش يعني انه ذكاء مش ذكاء. طب هل بتعتبر المدقق الاملائي برنامج ذكي؟ لا. القواعد، مدقق القواعد في مايكروسوفت وير ممكن، بس الاملائي لا ما. ليه شوي فهم. ليه؟ الاملائي لانك بتعتقد انه في كلب ديكشنري وخلص بس. طب اذا قلت لك انه في شيء كلب ديكشنري؟ مستحيل. افترض جدلا، لانه انا بعرف انه مرات مثلا تيجي بدك تدخل شيء او مثلا
او الترجم او كذا بيحكي لك لازم تكون شابك على النت او بيستخدم اشياء معينه بيستخدمها هو من جوات فمستحيل يعني. طب لو اعطيتك انا مدقق املائي في شيء ذكي بدك شنو او في شيء ما بس صغير اذا بده هذا يتبع تعتبريه ذكي حسب الالجوريثم اللي موجود وحسب الكفاءه تبعته حسب كيف مثلا انه بيمشي يعني. يعني مثلا من اول كيس ثاني كيس كيف تصرف معك ثالث كيس كيف أمين. طب عماد شو رايك في شيء اي برنامج ثاني ذكي مثلا زي ما اعرف ايش على اللابتوب او على الانترنت هل جوجل ذكي طبعا بالنسبه لي اه ليه ترانسليت مثلا ترانسليت ذكي انا بالنسبه لي ذكي ليه سؤال ليه ليش شو الذكاء في الموضوع مو هذا لا مو انا بهذا هيك بس لك ليش انت قاعده في اشياء توافق انها ذكيه في اشياء لا بناء على شو بتتخيل شكله كانك بتقولي انه الشيء اللي يعني سمبل امبلمنتيشن ما هذا مش ذكي تقريبا يعني او مثلا انه كلمه وطلع لك معناها كل مره بتطلعها نفسها يعني الكويري العاديه ستريت دايركت يعني ستريت فيش شيء يعني challenge. مثلا ممكن بس قصدك بروجرام هاي المره اعطاك شيء ثاني مره حسب نتائج معينه اعطاك شيء ثاني بيعتمد على الشيء اللي هيك معناته لازم هيك بقول لك قصدك لازم يكون في تشالنج تشالنج او تعليم يعني طريقه مثلا من شيء سابق وغير الاوتبوت طيب. على حسب لو جينا لستك وسالناها هاي ورجيناها بدنا بدكك املائي تعتبر ان الكمبيوتر ذكي؟ طبعا طب ليش انت مش قابل توافقي انها ذكي معناتها يا منى؟ انا لان انا سته بتعرفش يعني الكمبيوتر مش عارفه بس انا عارفه بالضبط يعني في عندي طب لو جبنا نص مبرمج سنه ثانيه بيعرف ايش بالضبط؟ برضه بعتبره ذكي اذا هو دكتور ذكاء أنا بس لفتت انتباهي نقطة لما أنت حكيت ودققت معهم على أساس إنه إذا كان برنامج مخزن فيه فاموس أو لا يعني أنا بشوف إنه يعني ما بعرف حسب رأيي أنا إنه إذا كان مخزن فيه لأن كسوفت وير مثلاً إنه إذا كان مخزن فيه قاموس بهاي الكلمات لا يعتبر ذكي بالإضافة إنك أنت كمان برمجته بس إذا كان بتحكي أنت عن برامج أو عن ويب ما دخلها يعني ممكن تشتغلها برمجياً بس أنت مش مخزن فيها قواميس الكلمات هذا ذكي يعني بالنسبة لي هي مشكلة مش تعزيز إذا تسمحوا لي أعمل ريفريزنج للي بتقولوه وكأنكم بتقولوا إذا في كان تشالنج إذا في إشي صعب لا مش بالضرورة دكتور مش بالضبط يعني إذا في إشي إذا في مشكلة صعبة والبرنامج اتسرع والبرنامج خلينا نقول حل إشي مش سهل أو بطريقة مش سهل أو الطريقة كانت طريقة المعالجة مش سهلة معناته صار ذكي إذا لا معناته مش ذكي لا ممكن مثلا ممكن عندك برضو بدي اوضح نقطة مثلا عندك بيكون مرات انت بدك اوتبوت معين تمام ممكن انت تعمل له امبلمنتيشن معين ياخذ معك ممكن وقت كذا او مثلا طريقة معينة تمشي بطريقة مثلا نحكي غبية طلع لك نفس النتائج انت بطريقة تانية اضبط اسرع بتفكير تاني مثلا اخذنا مثلا على الويب او كذا طريقة التعلم النوتس تتعلم من التانية كذا مثلا كيف بالنو سيكوال داتابيس مثلا انت مش مستعد تستخدم الريليشنال داتابيس في الاشياء الضخمه مثل الفيسبوك تمام هلا لو بدك تبني على ريليشنال داتابيس حياخذ معك وقت بلاوي او كذا هلا هم بيتم طريقه النود او طريقه مثلا الاكسس واحده من الثانيه او تعلم كذا او عن جيران هلا هاي الطريقه بتعتبرها ذكيه او مثلا بتعلم هو شو بس انتبهي هذا اليوم ذكيه هلا برضه الداتابيس بقى ذكيه كانت لما طلعت وكأنه يعني إذا في إشي تشالنجينج في إشي عاد في تحدي صعب ونحل بطريقة أحسن صح طريقة أحسن بيرفورمانس أحسن إشي أحسن يعني لما تقولي للولد الصغير والله تروح تسوي لي شاي وكدر يسوي شاي أوه والله إنه ذكي بس بعد 10 سنين ببطل بقى مثلا او يمكن لانه يكون عمل لك شيء سواء بتحكي عن بشر او عن آلي اذا بجوز عمل لك شيء انت ما بتتوقع انه ممكن يعمل لك يعني في تحدي بالضبط انه فعلا هم بتكون ملفت للنظر شو رايك شريهان انا يعني في ممكن انه معناته اذا الواحد عمل شيء اكبر من قدرته يعتبر في تحدي كيف يعني. كيف الاله بتكون يعني شيء اكبر من قدرتها كيف انه هي مش الآلة أكثر من قدرتها مش الآلة مش الآلة كهاردوير يعني هو البرنامج البرنامج يعني وبعدين نطلع إحنا للذكاء مين اللي عمله نطلع للذكاء من برا المفروض
المفروض الواحد يطلع الذكاء من برا، لأنه لما الواحد بيفهم حل حتى الإنسان بالذكاء الطبيعي لما بحلل تحليل بعد تحليل كامل المشكلة أوف بصير بطل بهذاك. مثلا صح ممكن واحد عنده معلومات عن الاشي بكل حكي بطل ذكاء، يعني هو صار اكسبرت في الموضوع صار بطل ذكاء بطل ذكاء صار روتين. هلا نفس الشيء الكمبيوتر اذا الاشي انكشف وانفتح وكذا بطل ذكاء. بس يا دكتور الذكاء تكسب ولا تفقد؟ ايش الذكاء وصفة الذكاء بشكل صفة الذكاء الذكاء هذا اختلف عليه موجود او موجود بس لا لا تكتب. في ناس كثير بيقولوا انه مثلا في شيء جيناتي. انا شخصيا بامنش على فكره، انا شخصيا بدعي اني لا انا بقول ما بعرفش ممكن مكتسب. بس انا اعتقد انه كل الاشياء هي عمليه ممارسه، فيش فرق بين ذكي ولا مكتسب. بس انا لا بالنسبه للانسان يعني بتحكي انت بالنسبه للانسان لا اكيد ممكن في جينات شيء طبيعي بيكون في جينات فيه، بس انه بتكون البيئه المكتسبه اللي حوالي هاي ممكن انها تفعل هذه الجينات وممكن ما تفعلها، يعني بتعتمد على البيئه اللي حوالي. انا بحكي كانسان ذكي، بس هي فعليا اذا كان فعلا في جينات مزبوط هذا الحكي بيكون جينات، بس انه بيكون البيئه المكتسبه اللي حواليه ممكن فعل هاي الجينات وممكن لا تكبتها ببين الانسان اغبى. يعني حسب البيئه المكتسبه هاي كثير تنقص، يعني بمعنى اخر اكثر تركيز اكثر اهميه على البيئه، البيئه المكتسبه مزبوط اللي هي انا بعتبرها بسمها الممارسه، اللي هي ممارسه براكتس. زي ما بكو بسال دكتور اسنان بقول له ليش هو مرض الاسنان يعني وراثي، كان هو مزبوط في شغلات وراثي، بس ما تتولد من ابوك مرات عادي سيء انه ما بفرشيش اسنانه بتطلع انه تفرشيش اسنانك بتطلع اسنانك هبانين، معناته بصير تقول ايش ما هو امني طلع لابوي طلع لابوك في شو بفرشيش اسنانه. طيب انا بدي اياكم في على بديش اياكم تقراوا على فكره شابتر واحد، يعني ممكن تقراوا شابتر واحد تطلعوا عليه في معلومات، بس هاي من وجهه نظر المؤلف. بس انا عجبني اللي تروح على ويكيبيديا كل شيء ذكاء اصطناعي بليز، انه يعني انه تقراوا هاي كلها، وحاب انه انتم يعني حيجيكم سؤال هلا بورجيكم اسئله بتكون كويز المره الجايه فيها من احد تو سلايدز فيهم اسئله، هاي الاسئله محطوطه انا ايش حطيته، بس يعني اللي بكره الارتكل هاي بفهمها. دي تقراوها زي الجريده مش تقراوها زي العلم، تقراوها زي هيك يعني اقراوا واستمتع تقراوها. هاتوا نشوف what is the common definition of AI. شو كان رايكم؟ عرفوا اللي تخيل دكتور هون الذكاء الصناعي، عشان هو ذكاء وصناعي هو بالتالي انه علاقه انه كيف المشين نفسها تقدر تحلل بتتعامل مع المشكله، هي هاي بتخيل يعني بتتعامل بطريقه ذكيه. شوفوا انتم بتشوفوا في هو في اكثر من ديفينيشن، ما قلت لكم كومون ما في اكثر من ديفينيشن. شوفوا في اكسبلين ذا مينينج اوف اي اي وينتر، شو يعني الاي اي وينتر؟ مش يعني الشتاء تعبير ويتش بيريودز واي هتوه تكتبوش ما حدش يكتب كله مسجل فيديو كله صور انستغرام. هلا بصير اعطيكم الملاحظه بالمناسبه، بصير اعطيكم هاي قبل بيوم يومين تطبعوها للي بده الملاحظات كمان عليها المحاضره. صح احسن، بس هاي يعني مش مهم. وات ار ذا سب توبكس اوف اي اي، شو من الفيلد تبع الاي اي، ويتش توبكس فيلد سكسسفول واي، يعني هذول كلهم حيكونوا في التو ارتكلز ما نقاش عام في ويكيبيديا حيكون مش اسئله مباشره، يعني قلت لك هاي اقرا واستمتع مش يعني قصدي يعني بس على الويكيبيديا. دو يو نو اني اي اي ابلكيشن جاوبته مثلا انتم قلتوا مثلا المذكك الاملائي في شغلات كثير كمان فويس ريكوجنيشن الفويس ريكوجنيشن كل هذا الريكوجنيشن كمان صار دكتور العين بس طيب شود اي اي ارتفيشال انتليجنس سيميوليت ناتشرال انتليجنس يعني هل هي لازم تكون تحاكي سيميوليت او ايميوليت بعرفش يعني انه متحاكي الذكاء الطبيعي. What are the criticisms of the AI research؟ ليش في كثير في بتعرفوا علم الاي تي في عده كوميونيتيز فينا، في ناس بيشتغلوا في الثيوريز بس عددهم قليل جدا. اكبر تو كوميونيتيز في الباحثين في العالم في الكمبيوتر ساينس اللي هم اول واحد اكبر واحد الداتا بيس بعدين الاي اي،
والاشياء الثانيه صغيره جدا، سوفت وير انجينيرنج و كل المواضيع الثانيه وكومبايلرز وهالاشياء، هاي كوميونتي صغير يعني عدد الباحثين فيها كميته قليله. بس الجزء نص اللي بيشتغلوا في الداتا بيس ريسيرش بيشتغلوا في الداتا كمبيوتر ساينس بيشتغلوا في الداتا بيس، بجوز 40% بيشتغلوا في الاي اي والباقي فراطه. هلا في كثير انتقادات جد كبيره كثير على الاي اي ريسيرش زمان، هذا هل انك انت متوافق ولا متوافقش مع هاي الانتقادات اللي بديك انت تقول؟ يعني بيجيك السؤال هل انت موافق على اللي بينكال ولا لا؟ طيب What is the relation between AI and logic؟ في هذا بقدر جاوب؟ في هذا بقدر شو اللوجيك؟ المنطق. شو يعني المنطق؟ طب سؤال، شو يعني المنطق؟ هيك تعريف بالعربي، شو يعني المنطق؟ احكي يا سمر. مدقق علي. ها؟ صعب تعريفها منطقيا، يعني عندك تحكي إشي ممكن يتقبل العقل. أكلت الجامعة خبزا يا عماد. مش منطق. مش منطق. شو المنطق؟ أعطوا دكتور إنه ما يتوافق مع العقل، مع العادات، مع الإشي الطبيعي، مع القوانين. هلا بس كمان في اللوجيك، إحنا نعرف إنه في لغة المنطق. يعني يعني هذا اللي خطوه المدرسة ليس فقط و. ليس ليس and or صادق كذا بس ما بعرفش كيف هذا تذكرينه؟ مش أخذتوا هاي منطق؟ سميه first order logic. هل هو علم من الذكاء الصناعي؟ أكيد. ليه؟ هو أساس دكتور، هو أساس. طيب سؤال ثاني، هل الـ AI هل في علاقة بين الـ AI والفلسفة؟ طبعا. واللوجيك والفلسفة؟ هاتوا نقول اللوجيك والفلسفة بيان مالها ساكتي. الفلسفه 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 شخصيا بحب الفلسفه. طب الفلسفه ما بتحبش الاي اي؟ هل في علاقه بينهم؟ قولي لي شو العلاقه بينهم عشان اقول ذي من جاوبي. اها شو يا عم الفلسفة والمنطق؟ يعني المنطق أشياء مثلاً، أشياء مثلاً قواعد أو إشي بعقل البني آدم هو بيعتقد بالحياة أنها صحيحة أو كذا، والفلسفة هي قائمة على دراسات مثلاً من الأقوال البشرية أو فلسفة الأشياء أو منطقها في الحياة أو كيف هي بتسري، فالكنان بصبوا ببعض يعني بطريقة. طيب سألنا ديم، درست في جامعة بير زيت، أنا بدرس المنطق في جامعة بير زيت؟ طب انا بدرس، انا اخذت دراسات ثقافيه، انا درست اياها، درست السياسه، درست الفلسفه. مين منو درست اياها؟ درسني اياها الدكتور سميح شباب. هاي العربيه والاوروبيه، هاي العربيه الدكتور ناجح. طيب لا طيب يعني هل انا بدرس المنطق في جامعه بير زيت؟ الفلسفه واللغه، دارت الفلسفه، فلسفه درس المنطق. قبل شوي قلت المنطق اي اي، اذا مرتبطين. انا ممكن اعرف منطق جديد، مو في النهايه فلسفه مني، بس هو منطق جديد لاشي انا. طيب هل في علاقه بين الاي اي والفلسفه؟ اكيد اكيد، لما انا بدي مثلا اشوف وجهه نظر جديده، انا يعني هي الناس اي شيء جديد انت حكيته بيعتبروه فلسفه منك، يعني انت بدك تزيد. بس بالاي اي هو دكتور توجه الاي اي مبني على فلسفه معينه، مبني على هو اصلا 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 علم المنطق هو علم من علوم، فرع من فروع الفلسفه. والاي اي هي منطق. اذا بدك طبعا منطق. منطق مبني على منطق معين بده يمشي. احنا نحكي فلسفه، فلسفه بحت. طب ايش الفلسفه التعريف؟ اكسبلين ذا مينينج اوف لوجيك كولتو ريزنينج. يعني اذا كان فاتح في رام الله وراء ما، اذا في رام الله وراء ما الله جزء من فلسطين، اذا اذا صار الكمبيوتر ذكي لما بده يحسب لك هاي المنطقه. صح ولا لا؟ جزء من المنطق. الريزنينج منطق. طيب
Can intelligent behavior be described using simple, elegant principles such as logic or organization? لأنه لما نقول لوجيك لما نقول إحنا ذكاء يعني هو ذكاء سلوكي مزبوط كيف السلوك الكمبيوتر معاي كيف سلوك الطفل معاي هذا هو اللي بيعكس الذكاء هل نقدر إن إحنا نوصفه كاملة بطريقة سيمبل وإليجنت أنيقة يعني الجواب شالي بتوقع إنها بسموها سبجكتيف هذا الموضوع يعني أنتوا لما تقرأوا الويكيبيديا بتثير عندكم شغلات ليش بدنا أو سوري البرولوج في أحد شبه نفسه البرولوج البرولوج والليسب أنا كأنه توقف كأني ها هل هذول ريليتد للإي آي لغات برمجة منطق طبعا بعد ناتشرال لانجوج بروسيسنج اللي هي زي مذكرك الإملائي والسيرش وال أنا أحكي الكمبيوتر حوله لتكست أو مثلا يصير يرفض أوامرك فايل مثلا افتح الفايل هاي أشياء الايفون فورس إلها علاقة بالاي اي وات ار ذا ميجر ريسيرش ابروتشز او سكولز في الاي اي انه في عده مذاهب انجاز التعبير في الاي اي قول لي بدي تقول لي ويتش وان از مور برودكتيف من اليوروبيين من هذا بعد ما تقرا واي اند هاو بروبابيليستيك اند ستاتستيكال ميثودز ار يوزد ان اي اي انا بقدر اجاوبني على هذا السؤال Why and how probabilistic and statistical methods are used in AI? ودكتور التعلم بناء على تجارب سابقة. تجارب statistical توصل للبدكية. نتشرل جوجل كله جوجل ترانسليت كله هاي الالجوريثمز كلها statistics. نعم. واحتمالات. طيب. Do you think we should study AI as a course? يعني هل هذا الكورس له معنى ولا ملوش معنى ممكن ملوش معنى على فكره لا عارفش ممكن انه هذا مش لازم الواحد يدرسه ككورس مو شو الهدف منه عشان يدرسه والهدف هو بيحقق الهدف انه هذا له معنى ولا مش معنى شو الهدف ليش ما وصلت نهايه طب واذا ما درسوش ككورس شو بده يسوي يعني ممكن يكون اجزاء بكورسات ممكن العلم حد ذاته يعني ليش نعمله كورس بدي بجزء هذا الريكوز يعني بدي تحركه مقبول تحكي لنا شو بدك which Arabic philosophers contributed to logic in the past يلا ابن خلدون انا هو ابن خلدون اشهر واحد مقدمه والله يلا سمي اذا في اذا سمعتوا اسم بتعارضوا اذا واحد قال اسم وما شاء معناته الكل موافق عليه ابن خلدون مقدمه ابن خلدون فيلسوف فيلسوف هذا اشتغل باللوجيك قصدي ابن رشد يمكن كمان هل هو اشتغل باللوجيك بالمنطق بالمنطق يلا ننصف في هذا سامع وان سؤال صعب على فكرة هذا أكثر سؤال بيجيبه في الكوزات في المناسب شو بدناش نعرف؟ بدناش ندرس لوجيك معناته منطق اي اي ليه؟ المنطق ايش؟ المنطق طب أنو فيلسوف؟ أجنبي ولا عربي؟ عربي كمان فيلسوف عندك انا فاهم بس بتعرف انه هو ايش ابن رشد ابن رشد الفيلسوف اللي في الاندلس كان اشتغل اشتغل في علم الرياضيات منى في الفلسفه انا اي ثينك الخوارزمي دكتور على فكره انتم بصراحه اضعف طلاب مر علي للامانه ثقافيا واضح ما تاخذونيش يعني هاي الحقيقه وايش ابن رشد عمره حياته ما طب في الرياضيات طبعا ابن رشد هو اكبر عالم منطق عربي مزبوط بس مش في الرياضيات هل المنطق جزء من علم الرياضيات اطلاقا لا لا مش رياضيات او الرياضيات جزء من المنطق طب اذا على هيك معناته اللي بيعلموه في المدارس غلط
مثلا حاليا بحطوا وحده في ماده الرياضيات عن هذا الشيء نحطوها بالاضافه لوحده لا بنحطوها مرتين فعليا في ماده الرياضيات في ماده التكنولوجيا موجوده مزبوط هلا في التكنولوجيا مزبوط صار احتل يعني علم المنطق احتلوه تعين التكنولوجيا صح احتلوه احتلال بس هو اصلا فلسفه بس هم بيعلموها في الجهتين يعني على اساس رياضيات فاهمك فاهم بس هو شيء فلسفي اي تي بتخيل ارتفيشال انتليجنس وفلسفي اما المنطق ورياضيات طيب هذا الكلام هذا للبحث هذا مش عشان اجاوب السؤال انا واي ارابس تشوز تو ستدي لوجيكال ديباس ليش طيب راحوا درسوا المنطق ليش عشان يفهموا حقيقه الاشياء معينه يعني ليش واحد ليش ناس تدرس منطق خاصة قبل الآية كل ما يجي علم الكمبيوتر كل ما يكون في كمبيوتر ليش الناس راح تدرس في المنطق تفسير ظواهر معينة كيف أشياء بتصير أعطينا مثال كسوب الشمس مثلا شو علاقة بالمنطق مثلا إنه ليش هذا الإشي بيصير يعني بدك تفكر تحكي فلسفة بشكل عام بس المنطق تحديدا المنطق الرياضي اللي ممكن كله يعني لي أند أور وهاي الأشياء طيب هلا هذول تيجوا جاوبينهم الأسئلة بجيب واحد منهم ليه؟ يعطيكم العافية بريك